الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حين كسوة الرئباب كي كساب سنة المجاهدة حديث كبغرية طبنا الحادي عشر حديث كوبية طبنا الرئباب كعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعلي الجنة جنة أقرب إلى أحدكم متكين وأوغدو ذهي من شراك نعله كبتيس إن دشي ذا وأوغدوه شراك وحلو استعماله وهل كان فرها لقريه وهو حوية مركا كبها قاركود إليه كبها قاركود إليه أقرب إلى أحدكم متكين وأوغدو ذهي من شراك نعله إن دشي كبتيس وأوغدو ذهي والنار النار تنا مثل ذلك الساس وكلوي ويضن مركا عند شكبتي سوى وقدوده رواه البخاري بخاري بحديث السوري يعني حديثك وحلقة قادنا يا تشنضا يا النار تمد والباء إن ينودو دهي أو حيكس من تهي تقفك كلمة قال لما ينوكو هذا الله سلاكو دينتو بيكس من تهي النار تبا هذا لك كفر قا ينوكو نفبحو نار تبو مركا قال يا أبدا الأباد نواكو واريا إلا قال لما كو دينتو أما كلمة التوحيد كوكو هذا الله أدنا كو دينتو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كهذا الكيس وقدم بي أين قتل لا إله إلا الله شندوا قلي يا النبي قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم عمل الذي وحيكو سقيه هنا قرى خاتمو ينك وقدم بي قبدا انت وقدم بيسا وقسي مهم سنت وصابت اللي نقول لقفك السكراض كلمة التوحيد كأول قيمة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله dad badan baan la sulansiin qaar baa la isii u laqimo lagu kari waayo waa loo laqima waa loo yiraahdaa hees buu ku jawaabaa qaar kood baa loo laqima markaas waxa la sheegay diin cay ilaah cay ya rasuul cay inuu ku jawaabo kalmadii tawxiidka la isii ku dhaha ya la ilaaha illallah markaas isagu kufrigi buu mista sidoo galimadii ugu celcelinayay ya ilaah cay ya diin cay ya rasuul cay sidoo ugu celcelinayaa nafsa kaga dhacda هذا أنت أسي كل الدلالة ين قرابة يسيرين كل واق لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكوكر واي قف وح عاديسته وكعاديشه أي مركو السكراضيه يعني مركانه وكو الدبيا وكو هضليا هذا مركو هرام مركو حوي وكفر جاي قال لماذا عاديستي أيوة هاي وح وكو هضليا وقش على نعاس أما وبيها كلفتي مركان نفط ضعيفته والسكراضينا وحوي أساس الأج أيوم مركا لقيا أبا كفرقية قال لي مدي إنه مركا وحقوق هضلة قال نعوذ بالله من ذلك هدو مركا توحيد كي مركا وحق خير كعادي استنى وحلو رجب ذي هاي إن توحيد كلا وافتشنا إن توحيد كلا وافتشنا يا لقول رجب ذي مركا إن مركا هراء لقد ذالو سيدي وحوي وناق يذكر يا مركا حسك وناق سن لورا إيمان أيوه يا الله فربط سن أيوه اللي وقع عادي يلان أيوه يعني مركا عبادة ربي لقوا عابده يا إتهي وين مركا لقد دالا وخير كي لقوا عادة لكتا والنفط لقوا بربارية وهو دي النفط أي نقطة نفط وحي تعشاي أي مركا نقطة مركا استوري بلا كلمه الله أحصاي الله أبريي الله حقي سوء أرق قحي يا عمل خير وروح ليمي أو كل انتهي تشنده قصي منت عمل الشرع أو ليمي أو الشركة كل انتهي أيو النار كجلي كرا عمل كاسي أدانو قال لما أهينا وقال لما ذكسك يو إلهي مشيادي سوسي الله يو إلا عفيا يينو إلهي كو عذابا مدولي بوادع كرتا يا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال لما وحكسك يو إلهي وأودا فاعدو الدونين وودا فو مركا معاصدك قال لما ذكسك يو سعيد يو كل متى هدو دون إلهي وعافينا يا مركزي هر شن ذاك قليان هدو دون إلهي وكو عذاب يا لكن هدو كو عذابه النار كو قليو نار تكواري مايو والله قصوا بحنا يا عدي التوحيد كل ما تطي النار تهضي بقران أتو الله مركا ويري الله بأوران دون سيد النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني عزة إذا إيه غالب نقشة إذا إيه وين إذا إذا كل دار تيبو الله يريه
waan ka soo bixin doonaa naarta cidii laa ilaaha illa allahu tiraahda iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay quraansho in la miisaana oo iimaani qalbigiisa ku jiro naarta u dayn maayo ku waarin maaye waa ka soo bixinaya xadiiska saxiixaynka marka jannada iyo naarta mid waliba inay dhowdahay baa laga qaadanayaayoo camalka uu ruuxu ku dhinto hadduu camal khayra yahay walow kelimatu tawxiid bayaanu noqone jannadu ku gelayaa xusnul khaatimay noqonaysa hadduu shay khayra ku dhinto isagoo sadaqad bixinaya ayuu dhintay oo ilaahay darti u bixinaya isagoo shay sunna atabaqaya ayuu dhintay isagoo salaad ku jiruu dhintay isagoo marka camal karo khayra ku mashquulsan buu dhintay shaygaa cibaadada uu ku jiray hadduu ku dhex dhinto waa min calaamaati xusnul khaatima waxay ka mid tahay khaatimada wanaagsan calaamaadkeeda ka mid allahna in badan waa in laga baryaa inuu ilaahay khaatimada inuu wanaajiyo khaatimada inuu wanaajiyo oo ilaahay la weydiistaa allahumma innaa nas'aluka xusna alkhaatima ya allah waa in laga baryaa oo aada loo weydiistaa khaatimada wanaagsan ilaahayna laga magan galaa khaatimo xun inuu ilaahay inoogu khatimo waynu allah ka magan galnaa xadiiska 111 12 xadiiska 12-aad ee baabka can abi firaasin ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم وحكسور يا أبي فراس وربيعة بن كعب والنبي عليه الصلاة والسلام خادم كيسي هذي نبي أي أشقين شر وحكم ذها خادمين تأشقين شر يبكم ذها هو يسد يأكنا ومرك النبي عليه الصلاة والسلام وأديجة أيها ومن أهل الصفة أهل الصفة أنا وكم ذها أهل الصفة وحي هاين نمن مركا وحوية مهاجرين أو مسجد كحقي صدام بقصوغان يعني دارة المسجد كي هل كاسي اسكت شوغين مسجد كانوا اسكت عبادي سنشرين قريق قارم إلى هاين مركا أهل الصفة اللي رنشرين جهاد هذه الله بحيان الجهاد كي بحجرين هل كوذا سين اسكت قصوغناين هل كاية اسكت قصوغناين مسلمين تأيه أوكين اتشري yaani timir iyo cunto iyo u keeri jiray dadna markaysa marka beeraha markay gooyaan dadna timirti bay u keeri jireen dadna timirtaasi cun jireen ama cunto kale markaysa marka ay u helaan ay u keeri jireen kii marka waxa weeye hooy iyo yeesha oo ama marka hanti yar hela xaalka noocaas waa ka bixi jiray ahlu sufanimadu de waxa weeye meelaha kale ayuu marka guri iyo wax marka sameysan jiray oo markaasi xan jiray marka ahlu sufuhu yaani marka ma ahaayeen afraad marka muayyana ma ahaayeen marba ahlu sufaha waxna waa ku soo biirayeen waxna waa ka baxayeen waa nimanka marka masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani marka degan masjidka marka waxa weeye ku sugan fuqarada ah ayay marka ahaan jireen wa min ahli sufati ahlu sufana kamid buu ahaa radiyallahu anhum qaala wuxuu li kuntu abitu maa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ahlu sufaha waa ahaan jireen loo jeeda kuntu abitu waxaan ahaan jiray mid la barya مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول خيله إلا شركي سان لبري شري فآتيه بوضوئه وحاجته باطا يباطو يباطا يبيتو والله بلغو والله بضو فصيحوي فآتيه بوضوئه وحن لي من شرو كين شري ويسديسا وضوء وو مركو كر غنياهي وضوء مركو واو كر غنياهي ووحا لغو ويسيسنا يوي بيها لغو ويسيسنا يأيا ليلة هذا وضوء أما وضوء مركز اللي هو وقال له جدو وهو يسيس قال له يسيس نايو وح نغنى يا توضؤي مصدر كيف نغنى ويسيس قال له يسيس نايو نغنى هذا وح كان يواو وأكرر جاي فاول الكلمة وأكرر أنت بوضوئه وحنو كان يشري ويسدي سوكو يسيس نايو نو كان يشري بيه كو يسيس نايو وحاجتي يدنتي سانو كان يشري النبي عليه الصلاة والسلام مربى وح أباهن يهاي الدنيا فقال وحو النبي عليه الصلاة والسلام سلني ويدي سبوي وحي ويدي سو فقلت وحان إلي أدان مركا هاي ربيعا هاي أسألك مرافقتك في الجنة وحانك ويدي سنة يا مرافقتك إن أنك قول الرفيق في الجنة تشنّد أنك قوه ليو قول الرفيق أنك ويدي سنة يا فقال وحو للنبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يعني مشاي كلادي ويدي سنيسا يعني مركا متاسادي ويدي سنيسا مسوا حوي وغير ذلك مس تاس وحنهين أو غير ذلك إيه أو غير ذلك لبضه وضبطيان
labadaba waa u dabdiyaan. Marka ma wax kalaad weydiisanaysaa mise taa? Qultu waxaan huwa daak, yacni kaawi waxaan ku weydiisanayaa waa inaan jannada kugula rafiiqo. Qaala faacinnii calaa nafsika bikasrati sujuud, wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, faacinnii calaa nafsika, naftaada waxaad igu kaalmaysaa bikasrati sujuud, yacni naftaada inaan bimacnaa ku shafiico qaado, yacni markaa igu caawi oo naftaada igaga caawi, bimacnaa waxa weeye naftaada inay kula hadho, yacni markaa iga ilaali baa macnuhu dhacay. Oo waxaad igu caawisaa bikasrati sujuud, sujuud fara badnaan, sujuudda inaad fara badiso igu caawi, sujuudda inaad badiso, sujuud badan la timaado taa igu caawi. Bimacnaa haddaad sujuudda fara badiso waxay ka qayb qaadanaysaa oo ay sababaysaa inaad jannada ila rafiiqdo. Marka maadaama nebigu doonayo calayhi salaatu wasalaam inuu u shafiico qaado aakhiro, uu doonayo de camalkii yacni sababaayeyna waa inuu la yimaadaa inuu nebiga ku dhowaado sababaayo, inuu nebiga la rafiiqo ku dhowaado camalkii sababayey waa inuu la yimaadaa. Camalka sababayana waa maxay? Waa salaad badnaan weeye, salaadiina aada loo farabadsado. Sujuudda badi waxaa loo jeedaa salaada fara badi. Sujuud keliya laga tilmaami maayo, waxaa laga tilmaamayaa in salaada aada loo badiyo oo sunnayaal badan, faralkii marka la guto lala yimaado, in sunnayaal fara badan lala yimaado oo sunanka aada loo farabadsado. Rawaahu Muslim, xadiiska Muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey. Waxaa laga qaadanayaa oo xadiiskan laga daliishanayaa sujuudda in la farabadiyaa inay sababayso nebiga calayhi salaatu wasalaam in jannada lagula rafiiqo oo lagu dhowaado, inay taa sababayso. Waana dhacday saxaabo kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu kula taliyey sujuudda inay farabadiyaan. waxaa ka mid a xadiiskan soo socda ee sawbaan ayaaba ka mid a. Axaadiis kalena waa ku soo aroortay sujuudda farabadinta la farabadinayo. Sujuudduna waa marka addoonku ilaahay ugu dhow yahay. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أدونك وحو ربي يقول له ياهي مركو سجود سيهي مركو سجود دي إن لفربت صدى بمعنى صلاة دي لفربت صدى أيا لغا قادنا يا وحلقة صور نقلية السلف كقار كود إن أي وحوية تكنشرين مال انت يهبين كي لور بقل أرهك عدود إن تكنشرين وصلاة ها سنة ياشا دي أي آدو بتسنشرين نافرة دو حيوقي بسنتا سنة ياشو سنة مقيد أه يا سنة مطلقة أه سنة مقيد كي وسنة ياشا مقعية دقار كاله سيدا رواتب تصلاة ها كل لمان صلاة ها قار كود لابد ركع عودة الصبح كوه الرأي سنة ها دور كوه الرأي سنة ها كدن بأي سنة ها مغرب كدن بأي سنة ها عشاء كدن بأي sunnayaal kale oo markaa iyagu aan mu'akkad ahayn oo salaadaha lagu ladhaana waa jiraan oo waxa weeye bayna kulli adaanayn salaa laba adaano kasta bimacnaa adaan iyo addimaad iyo qiimis kasta waxa u dhexeeya salaad sunnaa baa u dhexeeya salaad sunnaa baa u dhexeeya yaa waxaa jira waxa weeye qiyaamu layl waxaa jira duxaa jirta salaatu duxaa ayaa jirta waxaa jirta waxa weeye taxiyatu lmasjid markuu qofku masjidka soo gelayo oo markaa tukanayo waxaa jira sunnat lwuduu sunnadii weysaysiga oo weyse kastoo la weysaysto waxaa sunno ah haddaan salaad kale la gelin sunnihii weysada markaa in lala yimaado sunnat lwuduu in la yimaado marka sunan marka muqayada ayaa saas jira iyagoo qaarkood ay mu'akkad yihiin oo aada loo adkeeyey qaarna aynay mu'akkad ahayn waxaa kaloo jira wax la yihaa naafila mutlaqa taas dadka qaarkood kuma baraarugsanaba naafilo mutlaqa maxaa la yidhahdaa naafilo mutlaqa waxaa la yidhaahdaa waa sunne marka magac gaara aan lahayn waqti gaaran aan ku xadidnayn awqaadda nahyiga mooyaane awqaadda kaloo dhanna la tukan karo oo ruuxu sunno iska wadayo aan magac gaara lahayn qab naafilo mutlaqa cadad kuma xadidna labalabuun buu ka dhigayaa yaa ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto salaatu layli masna masna salaatu layli wannahaari masna masna laba laba ragcadood buu markaa waxa u tukanayaa laba ragcadood markuu tukadaba waa salaam naqsanaya yaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alsalaatu khayru mawduuc faman shaa falyastaqilla waman shaa falyastakfir salaaddu wax la dhigo waxa la dhigay waa wixii markaa ugu fadliga badnaa wey
waa wixii ugu wanaagsanaa. Kii doona salaada ha farabadsado, kii doonana ha yaraysto. Tan markaa waxay marna la farabadsanayo marna la yaraysanayo, oo intuu doono ruuxu farabadsanayo waa naafilada mutlaqa ah ayay noqonaysaa. Naafilada mutlaqa ah bay noqonaysaa. Marka in sujuudda la badiyo oo sunnayaasha la badiyo waa muhiim, laakiin ruux haddii salaad farale lagu leeyahay oo waqtiyada qaarkood cimrigiisa aanu salaadihii faralka ahayd aanu gudanin ee uu tarku salaa la yimi oo xilli uu salaadaha ka tegay ay jirto intuu qaangaadhka ahaa, jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin salafan wakhalafan waa in la qalleeyaa. Oo sunnayaal inuu la yimaado waxa ka awleysan oo ka habboon oo ka horeysa inuu qaanta lagu leeyahay horta u qalleeyo, toobadkeenna raaciyo. Oo qalle ula yimaado hadday dhacday marka waxa weeye inuu sannad aanu tukan oo uu taariku salaad ahaa laga soo bilaabo markuu qaan gaadhay laga soo bilaabo, ama ka badan waa inuu markaa salaadaha qalleeyaa, yacni markaa salaadihii faralka ahayd la yimaada u qalleeyaa, toobadkeenna raaciyaa, toobadkeenna u raaciyaa, Allah u toobadkeenaa. Toobadkeenka markuu la yimaadana waa inuu qallihii markaa sameeyaa. Qallahana waxa weeye waa inuu farabadiyaa. Sida dadka qaarkood ay yidhaahdaan ma aha salaadba salaad baa lagu daraa, oo duhurkii hal salaad oo duhur raaci, casarkii hal casar raaci, maqribkii hal maqrib raaci, cishihii saasi la'eg, subaxii saasi la'eg. Taas marka waxa weeye markaa ma aha bay yidhaahdeen sax. Culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu inta awoodi karo wadaa qabtaa ku hayaa, inta uu nasanayo seexanayo, iyo inta kasabkiisa uu raadsanayo, iyo inuu daalay oo qaban kari waaye mooyaane, inta kale waa inuu wadaa. Yaa xasaba taaqatihi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha, waa inuu marka waxa weye wadaa oo saa ula yimaadaa, sidaa ula yimaadaa. Jamaahiirta culammadu saasiyada bay mareen, afarta madhaboodna ay ka mid yihiin salafan wakhalafan, saasay ku tageen in salaadaha tegey la qallaynaayo maaha qallaha keliya inay ku filan tahaye, toobadkeen buu raacinayaa, oo kii cudurdaarka kaga tegey wuxuu kaga duwan yahay. Salaadii hurdo aan ku dhaaftay ama ku dhaaftay ilowshiiyo, man naama can salaatin aw nasiyaha falyusalliha idaa dakaraha, markuu xasuustun buu tukanayaa, yacni wax kale lagama rabo. Laakiin kani hadduu ogaan uga tegey, toobadna waa laga rabaa uu ka toobad keeno oo Allah uga toobad keeno, arrinkaa ka nadaamoodo, uu ka murugoodo, ka tiraanyoodo, isku cilkaanbiyo, go'aansado inaanu dib ugu noqonay, yacni waxa weeye shuruudihii toobadda dhammaan u dhammaystiro la yimaado. Xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ninkan khaadimka u ahaan jiray wax i weydiiso, oo dee ruuxa ixsaanka kuu sameeya oo kuu samafala inaad u abaal guddo waa shay fiican weeye. Man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uu, kii wanaag idin fala u abaal guda, fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa weydaan waxa ugu abaal guddaan u duceeya, ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Marka maadaama nebiga uu khidmaynaayo, yacni abaalka horta nebigu uu ku leeyahaa ka weyn kuu isagu nebiga ku leeyahay, haddana waxa weeye si nebiga calayhi salaatu wasalaam ajarkiisa iyo khayraadkiisa ugu baaqi noqdaan oo aan markaa qayb ka mida ixsaanku u sameeyey aynay markaa jazaa uga dhicin, ayuu doonayaa wax kale inuu markaa u yeelo oo markaa waxa weeye yacni ugu duceeyo, yacni markaa uu doonayo. Markaasuu yidhi wax i weydiiso, dadna wuu ka fekeray, wuxuu markaa markii hore hore uma weydiisan, waa soo fikiray, dabeedna wuxuu waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kugula rafiiqo. Markaasuu arrinka ayaa ku tusiyey riwaayo kale oo siyaadada sheegaysa, arrinka ayaa ku tusiyey, markaasuu rabbi ay tusiyey, wax kale miyaad weydiisanaysa, maya wax kale ku weydiisan maayo. Dabeedna wuxuu yidhi marka waxaad igu caawisaa sujuud badnaan, bimacnaa salaad badnaan igu caawi, icaawi oo naftaadu inay kula hadho iga caawi, oo waxaad igu caawisaa inaad sujuudda bimacnaa salaada farabadiso igu caawi. Suufiyada qaarkood xadiiskan waa dariishadeen, waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada in lagula rafiiqo su'aasha la weydiisanayo sawidinkii diidi jiray, xadiiskan waxaa ku sugan as'aluka muraafaqataka fi ljanna, nebiguna kuma inkirin. Maxaa ula imanaysaan tuhmada ku saabsan haddii ruux nebiga calayhi salaatu wasalaam uu janno weydiisto
inaad tidhaahdaan markaa shirki iyo waxba soo geliya. Nebigu waa u taqriiriyey, kumana inkirin, kumana inkirin. Jawaabtu waxay too laga jawaabayaa, ninkani nebiga wuxuu weydiisanayaa calayhi salaatu wasalaam inuu u shafeeca qaadu weydiisanayo, maaha isaga inuu jannada weydiisanayo ma ahayn. Xadiiskana riwaayaadkiisa qaarkood baa caddaynaya, riwaayada imaam axmed uu soo wariyey musnadkiisa. Nabigu wuxuu ku yidhi, wamaa xaajatuka, dantaadu maxay tahay? Qaala, xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama. Dantaadu waa maxay? Dantaydu waxa weeyaan buu yidhi, xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama, dantaydu waa inaad ii shafeeca qaado maalinta qiyaame. Qaala, man dallaka calaa haada, sida ayaa ku tusiyey? Qaala, rabbii caza wajal. Imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisii sidaa ku yidhi, yacni uu yidhi xaajadaadu waa maxay, deedna uu saa u sheegay. Xadiiskana Sheikh Albani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim, oo shartiga muslim buu ku asaxay. Marka yacni lafdiga oo riwaayada kale sheegaysaa waaba shafaaco ayay tilmaamays, shafaacay tilmaamays. Marka waxay noqonaysaa ama macnihii lagu wariyey ama labada lafdiba la israaciyey, waxayna u badan tahay labada lafdiba inuu israaciyey. Oo marka waxa weeye wuri, as'aluka muraafaqataka fi ljanna xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama, yacni saas yadaa yidhi. Marka calaa haada, maadaama nebiga uu weydiisanayo calayhi salaatu wasalaam shafaaco, wax xujii marka uguma jirto suufiyada yacni iyagu markaa nebiga baryaya oo wax aan awooddiisa ku jirin weydiisanaya, dee wax markaa daliili uguma jiro, wax daliili uguma jiro, xuja uguma sugna. Shafaacadana dee aakhiro in nebiyada la weydiisanayo, nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam lagu dambaynayo, shafaacatulcudmaa nebiga la weydiisanayo waa jirtaa. Adduunyada markuu noolaana calayhi salaatu wasalaam nebiga shafaaca waa la weydiisan jiray, laakiin laba caalam oo kala duwan iyadoo la kala joogo, in la yaha shafaaca nebiga hadda weydiisanaya ma suuragal aha. Haddii qiyaamada loogu tago waa la weydiisan karaa, ishkaal ma leh. Haddii adduunyada uu kula joogo loo yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam, markaana waa la weydiisan karay. Yacni innagoo caalamu dunyaa joogna, isaguna uu joogo caalamulbarzakh ku sugan yahay, oo laba daarood oo kala duwan aynu joogno, inaanu dhahno shafaacaynu weydiisanaynaa mid inoo bannaan maaha, daliilla ma leh. Loogamana qiyaas qaadanayo yowmul qiyaama la weydiisan karaa ama fii daari dunyaa baa lagu weydiisan jiro bannaanay, loogama qiyaas qaadan karo laba daarood oo kala duwan iyo laba caalam oo kala duwan iyadoo la kala joogo oo barzakh iyo adduunye la kala joogo, in markaa la weydiistaa taasi ma imanayso, daliilla ma leh. Waxa xaaladaa la weydiistana inuu ogaanayo daliil uma hayno. Oo yacni markaa qof aan xabaashiisiiba tegin oo marka adduunyada dabadeeda joogo oo qaarad kale ku nool iyo waddan kale joogaa, inuu yidhaahdo nebigaan shafaaco weydiisanayaa, warkuna nebiga waa gaadhaya aan leeyahay amaba nebigaa maqlaya, dee waxa weeye waa waxaan jirin weeye, daliil ma leh. Ama xadiiska ku saabsan camalladiina laydii soo bandhigayaa, dee si xadiisa laislama ogola, mana odhan markaa wixii ay weydiisataan baan idin siinayaa. Xadiiskaana waxaa qawiya inuu daciif yahaanu sugnayn ayaa markaa qawi ah. Saxaabadii nebiguna sallallahu calayhi wasalam markii nebigu geeriyooday dabadeed waxba may weydiisan jirin, markuu noolaa intay u yimaadaan bay odhan jireen, ilaahay noo bari, ilaahay roobdoon noo weydii. Laakiin saxaabadii nebigu sallallahu calayhi wasalam markii nebiga la oofsaday dabadeed taas may samayn, waxay u leexdeen dadka saalixiinta ee nool inay yidhaahdaan ilaahay noo bari, sidii cumar ibnu khataab baa uu cabbaas ku yidhi ilaahay noo bari. Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa inna natawassalu ilayka biammi nabiyina. Xadiiska Bukhaari muxuu tilmaamayaa in cumar yidhi ilaahayow, waxaanu kugu tawasuli jiray nebigaaga Muxammed calayhi salaatu wasalaam, hadda waxaanu kugu tawasulaynaa nebigaaga adeerkii. Tawasulkaa uu nebiga lagu tawasuli jirayna waxaa tawasulun biducaa'i, ducadiisa in lagu tawasulaayo. sida maalintii uu jumcada ka khudbadeynayo nebigu calayhi salaatu wasalaam, ninkii reer miyigii soo gelaya uu lahaa yacni xoolihii baaboo madhee, ilaahay noo bari, yacni un roobna siiyo. tawasulka uu sheegaya waa noocaas oo kale. ciddii shida iyo dhibaato la kulanta inay nebiga u yimaadaan oo yidhaahdaan ilaahay noo bari,
sida gabadhii suuxi jirtay ay nabiga ugu timi ay tidhi ilaahay ii bari inaanan suuxin, dadna wuu yidhi miyaad sabraysaa oo jannaa kuu sugnaata mise ilaahay baan kuu baryaa? Waa iska sabraya haddaba oo jannadaan doortay ee cawrada iga faydanta markaan suuxa e ilaahay ii bari inaanan markaa cawradu iga faydmin, markaasuu tii uga baryay. Sida ninkii indhoolaha nabiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi yaa rasuul allah ilaahay ii bari in ilaahay indhaha ii bixiyo, oo nebigu ugu ducaynayay in indhaha u bixiyo, oo deedna indhihii wac yacni markaa halkii wax ku arkay. Yacni qasas fara badan oo noocaas markuu leeyahy innaa kunnaa natawasalu ilayka binabiyina muxammadin, waa ducooyinka caynkaasi nebiga laga dalbayay. Tawasul biljaah ma aha, waayo hadday tawasul biljaah ahaan lahayd sidiiba usii wadi lahaa. Wa innaa natawasalu ilayka bicami nabiyina, waxaanu kugu tawasulaynaa hadda nebigaaga adeerkii oo cabbaas ah. Tawasulka cabbaas marka lagu tawasulayay muxuu ahaa? Ma tawasulun biljaah buu ahaa mise tawasulun bidducaa buu ahaa? Tawasulun bidducaa buu ahaa. Riwaayaadka qaarkood baana sii caddaynaysoo saxiixa inuu markaa ku yidhi cumar yacni cabbaasow markaa ilaahay bari, kacow markaa ilaahay noo bari. Markaasaa deedna Zubayr ibnu Bakaar baa soo wariyey, culammada qaarkoodna waa saxiixiyeen naskii ducadiisaa bay keeneen. Allaahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidambin walam yukshaf illa bitawbatin waqad tawajjaha alqawmu bi ilayka. Yacni wuxuu ku duceeyey inuu dhi ilaahayow yacni balaayo iyo musiiba ma soo degto dembi sababteed mooyaane, si kale kuma timaado, lamana faydo towbad mooye, wax kale laguma faydo. Qowmkuna anay u kaa tawasuleen oo bimacnaa inaan duceeyo yacni markaa iga dalbeen. Wa haadihi aydiina ilayka bidunuub wa nawaasina ilayka bitawba yacni fasqina fasqina, yacni gacmaha iyagi dunuub bay ka buuxaan, foodayadina waa khuduucsantahoo towbad bay la khuduucsan tahay, ilaahay una waraabi. Markaasaa waxa weeye roobkii sidii ku da'ay. Yaa haddana waqtigii mucaawiyay dhacday abaartii abaar lamidi, yaa Yaziid ibnu Aswad Aljurashi ayuu u yeedhay oo caabid ahaa oo yidhi Yaziidow yacni ducee, waa saxaabadii baa iyaguna samaynayadeen. Markaasaa Yaziid baa duceeyey, Yaziid ayaa duceeyey. Markaasaa waxa weeye roobkii u da'ay. Tawasulka ay samaynayeen tawasul yacni bidducaa asaasiyadaa buu ahaa, oo ruux markaa saalixa yacni markaa tawasulkii ayuu ahaa. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu qabriga ku sugan yahay, danaha kala duwan in la weydiisanayo, danaha kala duwan uu ku ducaynaayo, dee daliil ma laha in la weydiistana. Marka waxaa daliil uma hayno, allah baryaa wa in allah la baryaa yacni markaa saasiyadaa weeye. Marka xaalka barzakhana loogama qiyaas qaadanayo xaalkii adduunyo. Xadiiska 112 baabkana waa xadiiska 13-aad weeyaan. can abi cabdillaahi wa yuqaalu abu cabdiraxmaan sawbaana mawla rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama qaal, sawbaan oo mawlihii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul, waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaal odhan ayaan maqlay calayka bikasrati sujuud, waxaad laasimtaa bikasrati sujuudi sujuudda faraha badan le laasimo sujuudda badso, waa ismu ficil amrin weeye calayka, ilzam bay la macno noqonays. Fa innaka adigu lam tasjuda lillaahi sajdatan, ilaahay uma sujuudid sujuud ilaa rafacaka allaahu biha daraja, inuu allah ku kor yeelo ku sarraysiiyo mooyaane darajo. Yacni sujuud kastaad allah u sujuudo ilaahay darajuu sare kuu qaadayaa. Wa xata canka biha khati'a, waxaanu kaa ridayaa dembi buu kaa ridayaa oo kaa daadinayaa. Xata waa ridayaa wey, wa xata wuxuu kaa ridayaa oo kaa daadinayaa canka adiga xaggaaga ka daadinayaa ka ridayaa biha sababta sujuudda kaaga ridayaa khati'atan dembi buu kaaga ridayaa. Rawaahu Muslim, xadiiska Muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey. Xadiiskana wuxuu tilmaamayaa mawduuci ku saabsanaa sujuudda in la farabadsado, bimacnaa salaada in la badiyo oo sunnayaal badanna la tukado. Marka faralka la tukado dabadeed in sunnayaal badanna lala yimaado sunnihii la farabadsado oo marka waxa weeye salaado badan la tukado. Sujuuddana si gaara waxaa loogu sheegay
salaada kale waa ka sii mudan tahay aqrabu ma yakunu alabdu min rabbihi wa huwa saajid sayna hore u soo sheegney adoonku allah wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay marka sujuuddu in la farabadsado sujuudda lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxa kale oo xadiisku tilmaamaya sujuud kasta darajana sara loogu qaadaya dambina waa laga ridaya yani darajo lagu koraysinayo sara loogu qaadayo oo sababaysa dambi in laga rido oo laga daadiyana waa u saabaysa taacaadkuna si eedaba inay dembiyada daadiyaan waa jiraa taacaadku ama waxyaalaha khayraadka in sababtooda dembiyada lagu daadiyo waa shay jira weeye ina alxasanaatu yudhibna asayi'aat xasanaadka iyo wanaagyaalku waxay tagsiiyaan xumaanaha ayay tagsiiyaan oo ay masaxaan waatbici sayi'ata alxasanata tamxuha xadiiska 113 baabkana alraabica cashar waa xadiiska 14-aad weeyaani can abi safwaana cabdillaahi bni busrin lislamiyi radia allahu canhu qaal imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abi safwaan oo magiciisa cabdullaahi bni busrin loodhan jiray wuxuu ahaa saxaabi da'diisu yar tahay buu ahaa waqtigii nebiga sala allahu aleyhi wasalam inaan yar buu ahaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis ku soo aroortay inuu madaxa gacanta ka saaray cabdullaahi ibnu busrin dadna wuxuu markaa uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaciishu qarnan wuxuu noolaan doonaa qarni buu noolaan doonaa facaasha mi'ata sana wuxuu noolaaday 100 sano ayuu noolaaday xaakim baa soo wariyey oo mustadragiisa ku soo wariyey طبراني ومسند الشاميين كسوريي وحد سوري ضياء المقدسي با كسوريي في الحادث المختارة مركا نينكا وهذا النبي وكيلي وحو أها صحابي كان عبد الله بن بصر أيو أها مركا إساقا يا أبيه با لبا صحابي با أهاين ساسا ودد با شرح ذا قاركود وحيليهين وحا أنصب أهايد إنو إلا رضي الله عنهما أو تردي وصمي لبا صحابي با يعني عبد الله يا أبيه بقى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى يوحى خير الناس من طال عمره وحسن عمله خير الناس دتك وحوق ونكسا من طال عمره كعمر قيس ديرادو وحسن عمله عمل كيسنا ونكسا أي دتك وخير بدن ونكسا رواه الترمذي والترمذي بحديث كالسوري وقال حديث حسن وحن حديث حسن بصر بضم الباء وحكس غيهاي بعض قدال كيد وكس غيهاي كائن بضم الباء يو بالسين السين بكس غيهاي سين كاسو المهملة عند بعرهين الضبط بالحروف مركا بضم الباء مركا لا يلا هذا وحا استعمالها بضن إن لا يلا هذا بضم الموحدة sababtuna waxay tahay marka xuruuf wax lagu dabdinaayo waxa la doonayaa inaanay wax kale ku qaldamin oo laga sooca la rabaa bidammil baa'ina qalad baa soo geli karo ataa iyo albaa iyo asaa isu sibay u dhigmayaan marka xuruufta lagu dabdinayo oo dee dhibicda hoosta kaga taalla haddii laga waayo laba dhibcood korka kaga yaal oo lilahaayeen oo qaladanba ugu dhici lahaayeen ta'aba la moodi lahaa hadday saddex markaa dhibcood korka kaga dhici lahaayeen oo qaladanba ugu dhici lahaayeen ama sabqu qalam ama wax la mid a ama matbacaddaba hadda dee cusub ee soo korodhay waagii hore mataabicii ma jirine waxay noqon lahayd sa'baa la moodi lahaa laakiin bidammi almuwaxada marka la yidhaahdo ta dhibicda keliya leh godaalkeeda waxay ku caddahay un ba-un in loo isticmaalo oo haddaad tidhahdo nuun kuma sawka dhibic keliya leh waxaa la odhanayaa nuunku dhigaalkiisa wax kale kuma qaldamo sidaas aawadeed yacni markaa lama yidhaahdo muwaxado isaga looma isticmaalo isticmaalka culammada marnaba muwaxado waxaan ba ahayn kuma itlaaqaan haddii muwaxado lagu gaabsanayo babay ku caddahay haddii wax kale la raaciyo waa dhici kartaa oo shaygu markaa isku qaldamayaan yacni markaa waxa weeye wax dhibic karyaley waxaan lahayni yacni waa lagu sii tamyiisi karaa markii dabd bilxurufka la sheego laakiin shayga lagu kaabto bidamil muwaxada waa ba'da qura xadiiskan صيغة سؤالة أي أصو أروري لكن معنوه هو إسو التقية وضدك يا أقو خير بضن لأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام كو جوابي من طال عمره وحسن عمله يعني مركا أسا كو جوابي سا أصو أقو سو أروري حديث كنا على كل حال علماء قاركوذ وتحسينيين إمام الترمذي روح كم دي علماء التحسين سو كم دي علماء كرنا وقويين طرق ذا قاركوذ وحكو سو أروري زيادو
خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله. تذكر وحوق الشر بضن كي عمرك السنة ديرا ذو عملك السنة حماضه يا وانا أرهي المركة وحال لقى فهم أيوم مفهوم مخالفة لقى قادن أي بويان أي منطوق نمن اللسوري وشر الناس من طال عمره وساء عمله. روح مركة عمرك السنة ديرا ذو خير يا شربة وحبوك رلصنية يا هدو خير مركا لي من أيو وناك سمينا أيو وناك يبا أسي كردا أيه هدو شر لي من أيينا ده شر كي بصيف ربط سنة يا سي كرر سنة يا مركا عمرك داري قفنا مركا وحوية دباتا أسي كردا يسي الدنوب وكي حمانو ودي قفنا خير با أكردا أيه أصابت اللي نو يلي قيري ذا قفكو يانو إسكت تمنيينو إسكت شعري سن وأيو دين نرشو خير تهادع كرته نرشو إن خير تهي أي سرتو بكرته. مركا من طال عمره وحسن عمله عمل كوناكسن محال لوغة شيدا عمل كوناكسن وحال لوغة شيدا توحيد كي إخلاص كا إيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الراعى أيو عمل كوناكسن وحاوقه الرئي إيمان كاوقه الرئي إيمان كاوقه الرئي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مركا لسكو عطفا إيمان كي عمل كالصالحة قل يلو ما يمرجع الله إلى ذا وحي الهدين وحي الدليل طهي إن عملك الصالح إيمانك كم ذهين بي الدليل طه العطف يدل على المغايرة عطفك وحكوت الصينية كالدونا شوكوت الصينية وإن عملك الصالح إيمانك كالدوين يهي إيمانك عملك الصالح كالدوين يهي ودليل نوبي يهي بي إلى ذا آيضها إصار ورطي إن إيماني عمل صالح الله يسكو عطفا أيوه علماء أهل السنة وكتشوابين وحي له واحد دليل أقومتشره واحد دليل أقومتشره شوابك للدوام بينك كتشوابين مروحي كتشوابين إلا يلاهدو مركو روحانا نسلمين إني كالدوان يهين يعني وحي النغنيسا كالدوان أشد تباين أو أين يسكو ذكرين وأين الشقاء يسكو لهين الله بشيو كالدوان يهين ما صلّم إنه وحلا إنها هو عامية خاص عامية خاص من نوع تغير واتشرا لكن تغير كذا ما يسكترنا مش مطالله مركه وحين غنيس وعمل الصالحات إلا قتل ما مايو من باب عطف الخاص على العام شيء جارا لجو عطفيا شيء جود لجو عطفيا وإيمانك وعملك الصالح نكوب صريا أي عملك الصالح جار لوسي حصي سي مركا لينوغو براروچيو مهمت ديس عملك الصالح ومهم سيهي لينوغو براروچيو مركا جوابتا سي وحي نقونا يسا بالمنعي إن لديدا ايو كالدوانا شها كامل كرميس كتيران ولغو قابسان ايو كالدوانا شا ناقصا وعامية خاص اي سيهين لبشا يهدو مدن عامية هاي مدن خاص يهين إلا اسكو عطفوا دعضا تنزل الملائكة والروح يعني الروح أم ملكو جبريل أهي وكمد مركا ملائكتي حدنا سيقارا اللو شيقو واللقو عطفي التغير لميسترانو كامله التباين أهينا ماشا مطاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى وحي كمتها الصلاة ذها فر الكابي كمتها حدنا مهمة ديدا أي مركا آتك أسي مهمتها الصلاة ذها كارنا كفضيق بضنتها وصلاة عسره بسيقار الله سيحصي الله شاقي مركا ومن باب عطف الخاص على العام شيء خاص لقو عطفيا يقار أي شيء قد لقو عطفيا شواب تاسوا بالمنع شواب لبادو حيكو شوابان بالتسليم إن لبسلمه حديب الله قصو قادو سيح الشيقي سالين اي طول ايدين راعو إن مركا عملك الصالح إيمانك كالدوان يهي وإن لبشيو كالدوان يهين وحلقو حنباريا وصدع علماء أهل السنة قاركود أي الهدين إن مركا ليسكو عطفو إن لبا معنى مركا لكرسين كرو وإذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع سيد اللو يلهدو أشياد قاركود بالي اللبا ده الشي مركا كلمان ويكال التقان وكال لبا معنى النغضان مركا ميتكود لشيقو ككالا أن لشيقنا ككالنا وإسكا صوقو ده قلا وصدع مسكين يفقير وي او مركا مساكين تي فقراء مركا لا يسكو عطف الله بمعنى لغو كلا حنباري انما الصدقات للفقراء والمساكين وعلى بمعنى مركا لغو كلا حنباري
marka waxa weey mid ahaan la sheego taas waa inda iqtiraan marka mid ahaan la sheego oo kale aan la sheegin ki kalena way iska soo gudagaraya ya marka leh masakiinta waxa la siiyo fuqaradina way iska jirtaa idha ijtamaa iftaraqa wa idha iftaraqa ijtamaa marka waxa weey kala tagaana way kulmaan bimaana marka mid la sheego kale aan la raacin ki kale macnihiisina way soo galaya marka waxa weey labada la israaciyo la wada sheego isku lamaan yihiin kala laba macnay noqonayaan waa sida xadiiska Jibriil ba tilmaamayo النبي عليه الصلاة والسلام مركو ويديه جبريل ويدي أخبرني عن الإسلام إسلام كي أكف الصري أركان تشنطة أركان الإسلام كا أخبرني عن الإيمان مركو يلينا إن أكف الصري أركان الإيمان كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وحعمل النبي مشيق حال النوع سوى عند الاقتران حديث كاسين الواسطة مركا لغا قادنا أيوه ulamada ahlu sunna qaar koodna waa tilmaameen oo waxa yiraahdeen madiidaysa amalka saalixiin oo iimaanka soo gudagalaya xadiiska jibriil diidi maayo ee waxay ahayd markii islaamnimo lagu laro la raaciyay ayaa marka waxa way islaamkeena lagu fasiray arkaanta islaamke la yaqaan oo salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajkuna kamid yihiin shaatayinka marka laga yimaado shanta rukni lagu fasiray riwaayadka qaar kooda zawaaid kale ku daraysa waa jirtaaye إن العمر يستي وأن تغتسل من الجنابة وأن تعتمر وأن تغتسل من الجنابة كُرِّنَ إيسانا واجرت الرواية حافظ ابن حجر وتحسين يفتح البارقة والزيادة كُدَّرَ إيسانا واجرت إيمان كينا لقوف السري أركان الإيمان كينا لقوف السري أو إن بوح عملا أو عمل الجوارح أهل الراعين مركا وعند الاقتران وي مركا تسنى ديميس ألكا وحن برارو تشيني أشياء علماء وحي عاديستان هذه الشيء مركا كتشواب أيان شبهات كالكيانو waxay uga jawaabaan laba dariiqo dariiq manci la yiraahdo oo cidda marka ahlu dalaalka ah shubhada siday u sheegatay in la daafacayo marka hore aan loo nabadgelinayn la radinayn iyo tasliim marka jawaab la yiraahdo oo ah marka waxa weeye hadiiba la salimo oo laga soo qaado sida inay tahay waxa weeye waxba uguma jiraan ama xujo u noqon mayso ama saas laga oranayo marka labada jawaabood la israacinayo waxay culimadu sheegeen bacd ahl cilmi faa'ido faa'idada talabada qaar kood xogaa kuma baraarugsana baaxisinta qaar kood oo quraana way khilaafeen waxa la hormariyaa jawaabta manciga taslimka la dambaysiyo haddaad taslimka hormariso hadhow manci ku suurageli maayo oo kaannaka inaad iqraar la timi waxaad qiratayna inaad marka waxa dib ugu noqoto ma suuragal ahaa marka manci ku iman kari maayo marka dambe marka hore manciga waa inaad qadimtaa oo aad hormarisaa marka dambe tasliimku waa inuu dambeeyaa faa'idada culimada muxaqiqiinta qaarkood ayaa tilmaamay marka waa in lagu baraarugsanaada marka waxa suna camaluhu imaam albukhaari waa ka saxiixiisa baabaystay baab ah cidda tidhi iimaanku waa camalkaba ama waxa ku yimi iimaanku waa camalka marka hadda iimaan lama sheegin iimaankii mee camalku ku jiraa wa cinda alifraado yacni camal keliya la sheega camal keliya ayaa la sheega camal keliya markii la sheegay iimaankiina waa soo gudagelayaayo wa cinda alifraad waida iftaraqa ijtamaca markay kala tagaan oo labada mid ahaan la sheego iimaan qura ama camal qura kii kale waa soo gudagelayaa marka iimaankii hadda camalku ku jiraa إيمانك عملك كتشرا مركا وحن نقول يا يعني توحيدك إخلاصك إنه لا يماد اعتقادك إنه لا يماد عملك كلا عمل القلب يا عمل الجوارح متك الصبها هذه عمل كيس يكون وناك سنادو عمل وناك سن لا يماد الإخلاص والمتابعة توحيدك إخلاصك يا متابعة هذا والنبي الراعي عليه الصلاة والسلام أي عملك وناك يسو كل عيا وكحصل عيا كاس أي إذن كخير بضن waayo waqti walba khayr buu kororsanaya waxaana idinku shar badan dekii cimri dheeraan iyo camal xumaan isku darsada oo cimrigiisuna u dheeraado camalkiisuna uu xumaado oo mar walba dembi baa de u kordhaya mar walba dembi baa u kordhaya marka noloshiisa dheeraatay kaa camalkiisu xun yahay ee gaalnimada iyo xumaanta iyo fisqiga iyo xumaanta samaynaya yacnii cimrigiisa dheeraaday faa'iido uguma jirto waayo mar walba dembi baa u kordhaya
مر هذا عمل كيسنا حنية هاي عمري كيسنا ديري حديث كبقول يا أفر يتبنا الخامس عشر حديث كشن يتبناد ويانباب كمرك اللقاء عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر أنس بن مالك وحري غاب عمي أدرك إبان مقناضي أنس بن النضر وأنس بن النضر هذي وأدرك الرموي أو يعني وحوي وأنس بن مالك بن النضر أنس بن مالك يعني مالك أو أنس أبا يا أنس بن النضر باول علىها مركو أدير رموي غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه وحمقنا ذي أذركي أنس بن النضر أهذي الله راليها كأهذي عن قتال بدر وحكمقنا ذي دقال كي بدربو كمقنا ذي الإضافة واللي أدنى ملابسه يعني بدر دقال كوا كدعي مركا ما دام بدر كدعي با دقال كي لو نسبيي موضعي وكدعي با لو تيريو لو نسبيي الله إضافي مركا ودقال كي بدر قدهت كدعي با معنه دعي فقال وحيري أنس با أرنا يا أنس بن النضر يا رسول الله رسولك إلهيو غبت عن أول قتال قاتلت المشركين وحن كم غناضي هدان أنس بن النضر أهي عن أول قتال دقال كي أقوه الرئيان كم غناضي دقال كاسو قاتلت المشركين أدلا ديررتو الله دقال لنتي قال دا دقال كي أقوه الرئيان الله دقال لنتي أيان كم غناضي لئن الله أشهدني قتال المشركين الله بان كردارتي لئن الله أشهدني أي لئن أشهدني الله أشهدني قتال المشركين أي كردي قانتا لئن أشهدني الله قتال المشركين أو أنت أداة الشرط وحوي إن وإن الرعضة فعل وإن كحقة أضيت ما دو صار أرتو ظاهر كذو يهين اسم كحقة ومركا وحوي اسم راعي مبتدل اللغ بين ما يفعل بالقردي يايو فعل كمركا كتشرا أيا مركا للسوق أظن أيا كدنبنا مفسر بنقنا لئن الله أشهدني أي لئن أشهدني الله أشهدني إلى هاي هدوء حاضر سيو إلى هاي هدوء تشوتشيو وقوب تشوك إكردقو قتال المشركين دقال كمشركين تلالد درير أيو لالد دقال لما يو هدوء إلى هاي تشوتشيو وحاضر إكردقو متشوك وقوب تشوك ليرين الله ما أصنع ليرين الله نوى الله حركيا سوينو الشيكدو لا يرين الله الله أركي وأركي وأركي دونا ما أصنع وحن سميه لا يرين الله مرك الله ضبديو يعد اللقدو الرعد اللهوس لقنا وحن غنيس إلى هاي تسيه دتك أمتي ما أصنع وحن سميه فلما كان يوم أحد فلما كان أي فلما وجد مركي لهري أما وحصري أما أدعي يوم أحد يعني دقال كي أحد أدعي مارنتي أحد أي دعضي وحلوت شي ذا أي يوم غزوة أحد أما غزوة يوم أحد يعني مارنتي أحد قال كيدي مركو حصل يودعي أو مركو حوي غزوة لقدره أما بيوم كلفتي الساعة لقدت الماما يعين لوغت شي ذا الدولان كيد قال كاللوغت شي فلما كان أي فلما وجد مركي الله لي أما وحصل يوم أحد مارنتي أحد وحلوت شي ذا قال كي أحد إن كشف المسلمون وحف فيد ماي مسلمين تي أي فيد أنتي وحلوت شيء ذا يعني حوجا مركا وحوي قال ذيبا يعني قدر اللي به لي أو مركا وحوي يعني مركا مسلمين بضني أي مركا ياعم نبي عليه الصلاة والسلام يمرك كص هري يوم ما ياعم مركا وحوي ويسقنا ذين فقال وحويري أنا سبن نضرب أرنا يا أنس أذيرك اللهم الله يا الله أعتذر إليك وأنكو عذر دارنا يا وحنكا عذر دارنا يا مما صنع هؤلاء كواس وحي السميين بانكا عذر دارنا يعني أصحابه حوتشيدا أصحابتي سوتشيدا يعني ساحب ذي سد قالك كل شرين مسلمين تأها أيو أتشيدا بمعنى عررك أي عررين إن بدن وكم إذا أي عررتي تاسان كاقعد ردارنا قارك لأيني قلت له مركا يتسبين دوار دعضيه أي مركا
وربنا انت الله مقلي والشيطان كي انتو دواقي ولي محمد للدل ايا مسلمين تي قاركود نيت سبينو اسكا فلسطين يا مروغا درادي بس كفلسطين با وابرا اليك وان كادبر نقن يا ابو يلان سبن نضرب اورنا يا مما صنع هؤلاء كواس كلا وحي مركا فلان السميين وكذا بري نقنيا يعني المشركين وحوشيدا وقصديا قال ذا يوشيدا عن لبض قلبا يعني وحي السميين قلنا وحو كعبر وكذا بري نقنيا وقال ذا وده وحي كتشرا وقال لما إيا حمان إيا فسقي إيا كفري يا علاد نبي إلا علوبة يان يقو قالبا أها أي قال لما دي قال لما كسي درسنا يان كفري مزيد الله إيمان يان نبي إلا دقال لما يان دل كيس يسكو دي يان مركا واكا قبرين وقال يا إيا كعبرا حقا مركا مسلمين تنوحوا كعبرا وان كاقا عدر دارنا يان يظن مركا وحي نغن إيسا معنى البراء وإسكن نغن إيسا وعرر كأي عررين بدن كودوا أيان كأقبرين نقول يا إنا إسكتها هاي لكن عبارة بلطفة ثم تقدم انت أدب ديد بوهر مري حق الدقال كي قال هذا أيو أهر مري أو رقاق فاستقبله سعد بن معاذ وحكوهر يمي الصوق بلي سعد بن معاذ فقال وحري يا سعد بن معاذ يا سعد يا سعد لبض والله رنكرا لبض وجاز وجازوي لكن ابن يضو وحي كعد هايون وحي متعين وطهيون كرلقيوت أصالة وعالم مركة وحوية وعالم مفرد ومفرد عالم ومنادة أصالة وحوها مبني على الضم إن لا يلهدو ويا سعد كليه فأصالة أن نقول لها لكن ابن معاذ المركة اللي قد بكها يعني حالك عين كاسة أي وجهك كلنا بنانا ضي وجهك كلنا وبنانادو يا سعد إن ليلادانا مركا أي بنانات يا شيء طابعي متبوع لبضا بالنقضة لغزي بالله قد لقاه شيء طابعي متبوع ويساقو متبوع أيها الدنا وحوية طابعنا النقضة ويعني مركا واكانو كروي وابن وحي صفكته هاي سعد بي صفكته ابن وحي أصالة النقل لهين مركا أين المناداء هاي إن صفك النقطين النقل لهين هذا يبنى معاذ بيكرر أنتو يد اللفتيد ومنادى يعني مركا منادوي مركا وحوي على كل حال ما دام مركا وحوي ابن معاذ لوسفي سعد سعد لوسفي يسقى مطبوع السعد سعد يسقى مطبوع هذا نو حوي وحنقنا يا تابعه وشيا كلا نبنانا يا أخبرني عن تابعين كلاهما للآخر مطبوع جوابا محققا مركا وحوي نوعنوي يا سعد سعد ابن معاذ أين معاذ هذا يو أما ابن معاذ أين معاذ أما ابن معاذ أين معاذ هذا يو أتابع مركا قم منك الكتب الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد حيدين قرأي كعب ويدين قرأي ورب الكعبة أنا قصدك كلام يقرأي إنه حوي أبيه النضر آين ومركا ربي أتيري ويلي مركا أضافي ولي ورب النضر مركا لكن وحاسي أنصب صن مركا ملا ورب الكعبة الجنة جندو ورب الكعبة كعبة كي أربي أهابان كل أرتية والله بان كل أرتية إني أجد ريحها أرتية ذو حنكه ليا من دون أحد برت أحد سكدي ذن كهليا أرتية مركا النظر جوا حوي الدواء أنا سبن النظري مركا ورب النظري هذه لا يرادنا وحن غنيسا ده أبها النظري ربي جيبان كل أرتية إني أجد ريحها من دون أحد الجنة جندو ورب الكعبة كعبة كي أربك أهابان كل أرطي إني أجد ريحها أرتي ذو حنكه ليا مركو مبتديه الشاقي أيو دارت كياني دادنا مركا صوح كياني وحوهي شم لذا خبري ذا النقنس إني أجد ريحها أرتي ذو حنكه ليا من دون أحد بورت أحد سكدي بعض أهل العلم وحي إلى هدين وحلق يابا إلى هاي الرائحة جندا إنو مركا وحوهي أرتيدا إنه حقيقة تنبا يعني مركا أكياني أو مركا وحوية شندي أرني أي أريسيبا تاسنا وحي نقوني سأرن خارق للعادة بعض أهل علمنا وحي لها وحي كناية كتهاي شندي ودودة هايو دي وحي يقحي كتابة مركا إسا إنت قال هذا مركا عن لينا يو يقون إدليان دباد إنت قال هذا سيفت لدح قلا يو يا عن لينا يو يعني إن سكده يا يو إن أندلوه دينا أي دليان إنت سابا يقحكت إنت سنة واحد وايقصوك يا سابا
قال سعد سعد وحولي فما استطعت مكري كرين يا رسول الله رسولك إلهيو ما صنع وحو السمية الذي صنعه أما صنعه مثل صنعه فعل كي سوك لما أودي كرين مركا كل يوحل قدري مثل أي لقدري مكري كرين ما صنع أي مثل الذي صنع مثل الذي صنعه كو السمية يوحل لمدا ما أودي كرين أما ماذا مستري الله قدره وما صنعه أي مثل صنعه فعل كي سوك لما أودي كريم وإنه صداسي يعني مركا كلقي يعني عدنا ومركا السوقين كلقي إسكاد قالما وقاردي مركا سيفت الله دحقلو أولا هاتشنادي بها الكريقة وريسا يعني تسأل ما أودي كريم قال أنس أنس وحولي فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح فوجدنا به وحن كهلا بضعا وثمانين دوري سديتا ضربة قراع أما الدفشو بالصيف السيف لقو الدفطي أو طعنة برمح أما ورن مركا وحوي لقريي أو رمية بسهم أما قنطان لقو الصوت قنايا لقو الصوت توري لاب يعني دوري سديتا نبربا لقهر أو قيبسا يعني السيف لقو الدفطي ورن لقريي لا بشركي سمركا وحوي دلاعيو كدعي صدح ذا قيبوض نبرا قيب صن دوري سديتنا لقهر ووجدناه وحنه اللي بولي قد قتل حال الدلي حال قد قتل حقيقة الدلي أي نهر ومثل به أي مركا وحوي شركي سين قوقوين وبختي وريمين المشركون قالوا عيلك يقبين مركا الدلين يا سيدو قبال بالي عيلك يقبين دراديد بي تشركي سي مركي سي مركي وحان يعني مركي دنبق قوقوي ويضع ساقو النفبحي أي تشركي سي تشحتيحين يعني مركي وحاوي ميلها قار كودنا التشويهيين وقوقوي فما عرفه أحد عذي مقرم بولي إلا أخته ولا شي موياني إلا أخته ولا شي موياني عدك لمقرم ولا شي باق قرطي وحيكو قرطي ببنانه فريه سعارده ذيكو قرط على سوري بشامته برؤ لها أيكو قرط عن الكافرها إنه مركب برأي وحكو لها قالوا حنباري هذا علامة قرط بنام كو حوي وأطراف الأصابع وفرها عاردود شرح هذا قاركود وحي لهدين بنام كا من باب إطلاق الجزء بيكو حنبارين وحي لها فرها يمركب أحوي تلمامين أي بأصابعه فريه سيكو قرط يعني وجهي سيقفك اللي قرنا يددك يقانا أي كقرن شرين وحو النقضي ميدان وحبا اللي قرنا وحا النبر كل عاي يقوقين تمركي دمها لأشي مركي اللي سقي قال أنس أنس وحو يلو أنس بن مالك كنا نرى أما كنا نرى كنا نرى وحا نؤكسوني نونك مركا لكرلي وحا نؤقين نرى هدي اللي يلادنا كنا نرى وحا نؤمليني نونك مركا لقضو ملي نقنيس marka la kordhigana waxa noqonaysaa cilmi ma noqonays kunna nara waxaan ogsoonayn aw nadunna ama aanu maleeyne ama kunna nura waxaan u maleeyne aw nadunno marka waxay noqonaysaa lafdigu ba kala duwan macnuhu islaamidki hadii nura la yiraahdo anna hadhihi alayata in ayadani nazalat fi isaga ay ku soo digtay ana subnu nadri iyo fi ashbahihi kuwa isaga lamidka inay ku soo digtay bimaana ku saabsanay من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه آيات سورة الأحزاب خصوصا يدوي من المؤمنين المؤمنين توحكم بذا رجال رق رقا صو صدقوا كر شاقي ما عاهدوا الله عليه الله بيقر شاقين أي صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه وحيقر شاقين وحي الله كرب اللمين وبلن قادين وكربين وكر شاقين الصدق اللي بم مفعول إلا السيو وادع ذا وحوي مركا يعني سيدا وعدو وكلا أي لمت إلى آخرها آيات آخر كيدا لقا قالوا آيات اللي ما يسره فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا متفق عليه حديثك بخاري مسلم بأسكوا فقصا قوله ليرين الله روي بضم الياء وكسر الراء يأدى إن لقده يرعد إن له أصل وأي لسوري ولا يرين الله ليله معنو مركا وحود عيا أي لا يظهرن الله الله موتشيه ذلك للناس كادتك أموتشيه أرنك أنسميه الله دتك أموتشيه أتصيه
وروية وحكالو لسوري بفتحهما لبضب إلا كردق والله يرين الله لا يلهدو والله أركي مركانا ومعناه ظاهر معنيه سنة مركا وامقضاء والله أعلم الله بأو أقوم بضن. حديث كان يوحط الماميا صحابي أنس بن نضر لا يلهدو يفضل قيسا أي الشيقيا وحانو تلماميا إنو دقالك أحد يعني آدي آدو دقال لمي أي مركا تلماميا رواية قار كذو حصار ورطي إن وحوي أصام رأيت شمع مسلمين تكمد من الفردية نمر كأيكول هذا النبي والذي لي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم إن مركا الشيطان كل واقوي لمحمد الذي لي يا شيطان كي بعدين تقول واقوي لمحمد والذي لي مركا تاسا يتشبك كأنتي مركا ساعة أنا سبنا نظري وحكوي لي هذه محمد الذي لي محل الفردان هل كان لقد دليل دي كل انتا دي نوار دافا ومرك ورنا ايوه اللهم إني اعتذر إليك مما صنع هؤلاء رواياتك قار كودبا مركا الزيادة دا يعني مركا الشيغيس مركا سيدا مركا وقود دالا يي يبلنقاتك وبلنقاتي سيدا وقرد بي يي إلا مركا ورو بلنقاتي رسولك الشيغي أو يري مركا يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لإن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع يعني وحوي أساس مركب بلنقاض بلنقاض كنا وكجد بي أو يلا مسلمين تي بدن كود وقت جي مركا دقال كأنت الدم بأي مركا وحوي يا عين أو مركا وحوي حوجا يعني قال ذي أي كير إلرهون هذين أي مركا يعني استجد دقال لما يوان عندنا وشوت شني الصيفتي قال ذي اللي حقري إلى مركب الدم بأي سوق تجينا دي أي دليل إلى مركز الدنب أي دلين تاسنا وحي كمتها مناقبتها إيا فضائشة أولها أنا السبن النظر أي كمتها وحلقا قادنا يا وعد قبلا قادنا إنو فليي أي لقا قادنا وحكرا لقا قادنا يا هدي حقيقة الوحن بارو إني أجد ريحها من دون أحد يعني وحوي على سبيل الكرامة إن مركز وحوي أرتي شنظة لو أرسيي الرأي حدي أرتي شنظة أوهلي يعني مركز أي لقا قادنا أدي كرنا كرسوني ذا مركي ساوك كرسوني هاي وعدك إلهي بلنقات كإلهي أدي هلك على قد له إسقاط قالت إلا دقا لما يا أي دلان إنو تشنق ليو سيدو مركا وحوي يقول كرسونا أي مركا تالف تيدنا مركا تلماميس تالف تيدنا أي تلماميس وحلقا قادنا يا عموم كان آيادة إنو سوق ذا قلا يا أنا سبن النظر أنا سبن النظر إنو سوق قلا يا عموم كآيادة ومرك الله إلى هذا نزلت فيه علماء وحي إلى هذا سبب نزول الصريح كماءها وحوي وحي أخبر كرتائن لقت المم يعموم كأيد كشرة بضيب واسد واستعمالان صحابه لكن مرك قصة الله شيء يقول ليها فنزلت لقت ترتيبه حرض النوع عاصة سبب نزول صحيح النقطة لكن مرك الله إلى هذا نزلت فيه كذا أما نزل فيه قوله تعالى كذا مرك الله إلى هذا سبب نزول صريح ماءها وعاقبر كرا إن السبب نزول يهي وحان أبداً يهي إن لقدت الماما يعموم كعدة سوق ذا قريسا يكمد يهي إساق أصوابها إن اللوغة شيدين أي مركة أبداً تهي ومركة وحوية أي نقطة. حديث كبقول يشن يطبنا السادس عشر باب كنواك اللي حيطبنا دويان عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه بخاري ومسلم حيك السوري أبي مسعود صحابي قال له إلهدو أبي مسعود البدري وعقبة بن عمرو الأورنشري أي حديث كان كالسوريين البدري بدر باللونس بي جماهير علمدنا وحي إلهدان بدر كما قيب قلن إعال كبدر إنو الدقي أي بدر لوغو تيريو لوغو نسبي ساساودت بي مركة نسبضة خلاف الظاهر كأه مركي الشيغيان علماء مصطلح الحديث كبضيبا وحي تصاليان وحكم ذا أبي مسعود البدري باكم ذا أبي مسعود البدري أيا كم ذا مركي وحي النغطي مدعان أه ومشهورة إن بدر كقيب قريب هيا شبضن كصدا هم مراني مثال ذا يسوق أتانا هبكو الدران مركي مصطلح الحديث كلا تشوغي أي ماذا قاركوذ وحي قبانين وبدر كقيب قلي أي ماذا صداقة بنا وحكم إذا الإمام البخاري يا الإمام مسلم لبدأ دبا نصا وحي قبان إنو بدر كقيب قلي قبان وحان اللود دليل شداء
تابعي حديث كورنا في صحيح البخاري في كتاب المغازي كو إمانا يئن ليه وكان ممن شهد بدرا مركو مسعود الشيخ مسعود البدري أي وحورنا يا وحو أها رقي بدر كقيب قالوا أها دي السنة كامت كعالي السن اتكه الرئيس وعرن كاشيك طيو النفي دي لما هيو حدي بلغ السوق هذا النفي وحن غنكر النفي علم المثبت مقدم على النافي ضيع عدنا السقطة عدنا النفي دو ضيع عدنا مركا وحو السقطة الله هر مرنيا بل كورنا عدنا مركا النفينا يساهدين نغطو عد كسي الدنبيسي تابعي لك المي حديث تكوري يهدو لبذر بو كقيب قلي وحا أولاء وركي سيساق إلا أقبلاء يا مركا أولاء هبون صحيح مركا وحيتين بذر كقيب قلي لبدا إمام بنا وحيكم ديهن على ماذا أرجح يسا إنه بذر كقيب قلي ساساودت بحافظ ابن حجر شرح يسا صحيح البخاري مركا حديث كا شرح يا إنه إشارني وحو مركا دورنا يا سيدا مركا بخاري مسلم أي مرين أي أرجحية أو رنيا بدر وكقيب قلي السيدة الصحيحة أظهرك قال وحوري لما نزلت آية الصدقة مركي سودك تيبو لآيات دي كساب صنيت صدقة دا إن وحلا صدقة دا يستو وحلا بحصدو كنا نحامل على ظهورنا وحنو هانشر ريقار مركا كقا ضرب الرضا يضا يعني مركا قال وحكو حمالا وهانشر نبرد أيضا وحكو حمالي شرو دش أيضا وحكو قاضي شرني أنجو مش قايد كو قاضنا إنا وحنكو شقت تجي شرني حمال نمو مركا صادق أن حولها أنو صو شقي صنع أنو مركا وحسو حمال له خرج كانوا كقاضنا وحكم إذا نصدق ذي سنجر فجاء رجل نبا يمي وفتصدق وح صدق ذي استي بشيء كثير وحفر بضم بوش صدق ذي استي حول بضم فقالوا منافقين تي وحي لهدين كورنا يا منافقين تي فقالوا منافقين تي وحي الى مرائن اي هو مرائن واستس وان استسلم السمينا هي الهي درتي كما هي اخلاص استسلم كتبيله وجاء رجل نبا يسون يميو فتصدق بالصاع وحصدق ديست الصاع يعني لبا غلان يعني مركا لبا غلان يا بر تقريبا اما صدح مركا وحا غلان اي صدق ديست لبا كيلو يا بر اما مركا صدح كيلو يعني نحو هذا يصدق فقالوا وحيلا إن الله الله لغني غني بكي هودا بكيها عن صاعي هذا كان صاعيس هو حكى صدق ذي سني موحدا ما صدق ذي ستو لبكي لو يبر محوك صدق ذي سني إلهي غني بكي بلاي إلهي خلقي هودا بغني كيها عذو إلهي بباهنيه مجرى مخلوقات كودا بو الله غني كيها فنزلت وحسودك تي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني آية سسودكت الله يا الذين كوي أي منهم وحكم ذا منافقين الذين كوي بكم ذا يلمزون دلعين أما الذين كوي يلمزون دلعين أي المتطوعين كوي مركز سنة نموح بحسن يتطوعي من المؤمنين حال المؤمنين تكمديه وحبنان ان الحارسين اتصفك دكت لبد بو اش مركا دي يعني جنسيته كسبسني عيد معين او غار هدا لغما تلماما اي وعيدون تتوع لتم المؤمنين تكمده مركا دي لبا اعتبار بيلهدو اش لغريي مركا لغا ايغنا واحد دبا دحاي وخا لغا دغي كرا ان حال لغا دغو مركا لغا ايغو عيد معين ان ان لو جيدين عيد كستو تطوع التي من لغت المامينا حقا معناه انك ركتها ولا صفة انكرا يلمزون دلعيني المطوعين كو السنة نمو حب حسن دلعيني كو السنة نمو بحسن يوم من المؤمنين مؤمنين تكمد هذا اما حاري مؤمنين تكمدهين في الصدقات الصدقوين كو دلعيني يو الذين كو دلعيني الدرعي لا يجدون انهلين الا جهدهم يعني كران كود يا أود دود مو يعني وح كلا أن هلين وح كلا الصدقة ذي سنة هلين أنت عير كران كود أو بس هلاي أنت هنا بحصدي فيسخرون منهم ده نكود الليري سخر الله منهم يعني خبر كم ركع صنعونه فيسخرون يلمزون الوعة فيو سلة الموصول كيدك عطفنت فيسخرون مركع وحيكو للليين منهم مؤمنين سخر الله منهم الله هو كل الليل إياه
ولهم عذاب أليم وحنا أسونا ذي عذاب وحنا وشيا أسونا ذي وخبرية لقد يقول سخر الله منهم أما الدعاء يلقد يقول ممن أنتم مركب حوالي إن إساس كوها باران لقد تلماما يهدي الدعاء مركب الله فسرنا تحقيق بيس كنقان إساس إن كل عيس سخر الله منهم إلى هاي وكل الليل وكل الليل دونا بل لقد شهد أخبار تقيامة ذي كساب سنتهاي آخر إلى هاي كل الليل دونا ولهم عذاب أليم عذاب وحنا وشيا أسونا ذي الآية أي أكمل الآية آية لما يستر أما اقرأ الآية آية أخر متفق عليه بخاري مسلم بأس كوافق سم ونحامل بضم النون وحيكس قنطة النون كقدال كيسا وبالحاء المهملة يحاد عن دبعد لهين أي يحمل أحدنا على ظهره متكاي وحقوق هذه الشريع على ظهره دبر كيسا بالأجرة مش قايد يعني بدل كيد وقاضي شري أجرئن وقاضي أما ساب أجرئ سقدوني أي وقاضي شري ويتصدق بها وصدق ديسن شري يعني وحا الشقى يستوح كمدة أي صدق ديسن شري واختقى دعيها لك كتشوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.